طيب في الفيديو ده هنشوف ازاي ان احنا نعمل build image from scratch على حاجة احنا عايزينها معينة. عشان نعمل كده احنا اتكلمنا قبل كده عن حاجة اسمها الدوكر فايل، وقلنا ان الدوكر فايل دوت هو اللي الدوكر كلاينت بيستخدمه عشان ينشئ الامج. الدوكر فايل ده بيبقى موجود فيه سكريبت زي ما احنا شايفين هنا كده قدامنا من الدوكيومنتيشن بتاعة الدوكر، هو موجود فيه سكريبت ايا كان ايه السكريبت اللي موجود هنجيله طبعا، بس مجرد سكريبت الدوكر كلاينت بيروح يقراه يبني لك الايمج اللي انت بتبتدي بعد كده تسحبها او تستخدمها عشان تبقى كونتينر. تمام. طيب في الفيديو ده هنشوف بقى ازاي هنعمل الدوكر فايل دوت وازاي نكريت منه ايمج ونسحب منها كمان كونتينر بحاجه ايه احنا اللي عاملينها. تمام. بس قبل ما نعمل كده انا هستخدم كود اديتور في الفيديو دوت، فانا هستخدم الفيجوال ستوديو كود. لو انت حابب تستخدم حاجه تانية براحتك، او براحتك مفيش مشكله خالص، بس انا ايه هستخدم الفيجوال ستوديو كود. لو مش عندك روح اعمله داونلود، هتلاقي حجمه صغير جدا ومن التولز القويه جدا، فاعمله داونلود واعمله انستول. تمام. انا فاتحه اهو خلاص والدنيا تمام. قبل بس هنبتدي نشتغل في الفيجوال ستوديو كود محتاجين بس نروح نكريت فولدر. اعمل فولدر في المكان اللي يريحك. تعال نعمل مع بعض كده فولدر سريع. عندي انا واقف على السي عندي اهو، اقول له ميك داير وهسميه ايه دوكر images. انا قلت له cd بقى docker images. تمام دخل جوايا اهو طبعا ايه فاضي. اوكي طيب نرجع بقى لفيجوال ستوديو وهنيجي نقول له نيو فايل. انا عايز اكريت فايل جديد. تمام. وهبتدي بقى اكتب السكريبت اللي بيبني الدوكر فايل. مليان طبعا كوماندز كتيره جدا، اولهم اللي هنحتاج بيه وهتلاقيه موجود في كل الدوكر فايلز الفروم والاوبريتنج سيستم. فروم دي بتعمل ايه؟ لو انت جايب جهاز كمبيوتر جديد اول حاجه طبعا بتختارها ان انت تحط عليه اوبريتنج سيستم، فبتختار بقى مثلا عايز احط ويندوز 11 ويندوز 10، عايز احط حاجه من من عائله اللينكس اوبونتو سانتوس ريد هات. تمام. فهنا برضو نفس الكلام، انا بقول له ان انا عايز اوبريتنج سيستم للايمج الجديده ديت كذا، واكتب هنا بقى الاوبريتنج سيستم. فممكن اقول له مثلا الباين. فاكرين انا كلمتكم على نسخه اللينكس؟ الالباين هي بتعتبر اصغر نسخه لينكس موجوده، فطبعا هو اصلا الحجم العادي بتاع السانتوس وريد هات على لينكس بيبقى صغير اصلا، دي كمان بتبقى اصغر كتير جدا، يعني بتبقى حاجه تكاد تكون لا تذكر يعني. تمام. فالكوماند ده هتلاقيه موجود ان انا في الاول كده خالص بحدد له ايه نسخه الاوبريتنج سيستم اللي انا عايزها تبقى البيس للايمج بتاعتي اللي هي ما تسمى بالبيس ايمج. فانا اخترت له البيس ايمج هنا اسمها الباين. تمام. في حاجه بس مهمه كده تعملها، هتلاقي هنا تحت بلين تكست، هو ممكن يروح لوحده ويديتكت ان هو انت بتكتب دوكر فايل، او ممكن انت كده في تدوس على كلمه بلين تكست دي اللي هي سيلكت لانجويج هتلاقي ايه اللغات اللي انت بتكتبها. فاحنا مش بنكتب ولا لغه من الحاجات دي، احنا هنكتب له بس دوكر. هتلاقي هو ايه عارف، قال لي انت بتعمل دوكر فايل، فاقول له اه تمام انا بعمل دوكر فايل. تمام. بس حتى هتلاقي الكلام ابتدى ايه يهايلايت اهو. تمام. طيب ممكن نيجي نسيفها برده. ادي الفولدر اللي انا كريته اهو، هقول له ان هو دوكر فايل، وعايزين ايه نحافظ على السنتكس دوكر الدي كابيتال والاف سمول. تمام. ودوكر فايل من غير اي فورمات ولا اي اكستنشن. اوكي. في حاجه كمان ممكن تتاكد انها شغاله مظبوط، اللي هو الاكستنشن بتاع الدوكر. هنا في الاكستنشنز كده ممكن تتاكد اذا كان هو شغال ولا لا، فانا هقول له ريلود عشان انا كنت موقفه. تمام كده الدنيا ايه شغاله. تمام. تعالوا بقى نبعد عن الاكستنشنز ونكمل. طيب الكوماند اللي بعد ده بقى على طول خلاص احنا اخترنا البيس ايمج بتاعتنا انها تبقى الاوبريتنج سيستم اللي اسمه الباين، اللينكس الالباين. انا بقى عايز اعمل كوماند او حاجه. فاكرين الايمج اللي كان اسمها لورلد؟ تعالوا كده افتكرها سريعا. كان في ايمج كده صغيره اسمها ايه دوكر كونتينر ران لورلد، كانت بتطلع مسج هالو فروم دوكر وتقفل على كده. تمام. احنا بقى عايزين نعمل حاجه زي كده، عايزين نعمل ايمج بتاعتنا احنا بتطلع مسج وتقفل على كده، حاجه بسيطه. تمام. كلير بس كده ونرجع تاني للفيجوال ستوديو. طيب الموضوع بسيط جدا، ايه الكوماند اللي بيعمل كده في اللينكس؟ اسمه ايكو. كوماند اسمه ايكو. طب انا عايز ابعته للايمج خلال الدوكر فايل، من خلال الدوكر فايل، فهقول له بقى سي ام دي. تمام. في حاجه بس عايز اعملها الاول، انا عايز اعمل سيف كده. واختار نو اكستنشن من هنا وهقول له ده دوكر فايل. اوكي بس كده، هو ده اللي انا ايه عايز اعمله. هو والله كتر خيره هو فتح لي الدوكر اكستنشن، بيديني شويه ايه معلومات ازاي الدوكر اكستنشن ده بيشتغل هنا، بس انا ايه مش مهتم حاليا. اوكي
وزي ما شفتوا بس اهم حاجه ان انت تختاره من غير اي اكستنشن خالص. تمام طيب نكتب بقى سي ام دي. شايفين كده وانا بكتب هو بيكمل لي اهو، يعني هو بيقول لي ادي الكوماندز اللي انت ممكن تكتبها في الدوكر فايل ده. لو كتبت له فروم هيكتب لي فروم، لو قلت له انتري بوينت. تمام هنبقى نتكلم عن الحاجات دي لاحقا، بس دلوقتي خلينا ايه في الكوماند البسيط اللي اسمه سي ام دي هنا. وبين هنا بقى الدبل كوتس ديت هبتدي بقى اقول له ان انت هتعمل الكوماند اللي اسمه ايكو اللي في اللينكس بيخليك بس ايه تدسبلاي مسج او حاجه، وهقول له البارامتر او الارجيومنت اللي انا هبعتها لك. يعني شايفين هنا لما باخد كوما كمان للناس اللي درست برمجه عارفين يعني ايه بارامتر وكده، فانا بدي له هنا الاكسكيوتبل ايه الكوماند اللي انت هتنفذه اللي هو هنا ايكو، وايه بقى البارامتر اللي انت هتبعته له معايا. فانا هبعت له بقى البارامتر اللي هي المسج نفسها، وهقول له مثلا ايه هلو احمد اي ام يور ايه كاستم ايمج مثلا، انا الايمج الكاستم بتاعتك عشان نبقى ايه مسج مختلفه يعني، بس بحب الفونتس تبقى كده ايه ظريفه. تمام كده انت خلصت الدوكر فايل، بس طبعا دي حاجه مبسطه جدا. كل اللي بيعمله ايه هياخد او هيكرييت اوبريتنج سيستم لينكس الباين وهيرن الكوماند دوت، هيطلع لي مسج اسمها له احمد اي ام يور كاستم ايمج. تمام تنساش تعمل سيف كده خلاص. لا فاضل بقى ان احنا نروح نقول للدوكر خد الدوكر فايل دوت طلع لي منه ايمج. طيب ممكن نعمل كده في الباور شيل، وممكن نعمله هنا في التيرمينال جوه الفيجوال ستوديو كود. يعني ممكن اقول له تيرمينال كده نيو تيرمينال هيفتح لي هنا هو تيرمينال باور شيل اكتب فيه اللي انا عايزه. تعالوا بقى ناكسس الفولدر، فنقول له ايه cd سلاش، اقول له cd اسمها ايه دوكر مفيش سبيس ايمجز. تمام لو قلت له ls كده هيقول لي ايه ان في فايل اسمه دوكر فايل اهوت متكريت الساعه الفلانيه. هنقول له كلير برضو. طيب هنبيلد بقى الدوكر فايل ده ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. كل اللي انت هتعمله هتقول له زي ما احنا متعودين دوكر، وهناخد بقى كوماند جديد النهارده اسمه بيلد، انا عايز ابيلد، وهقول له دوت. ايه الدوت ديت؟ في العادي انا كنت بديله دوكر بيلد ومحتاج اديله الباس بتاع الفايل. يعني هنا لازم اقول له الفايل بتاع الدوكر ده موجود فين، اللي انت هتعمله بيلد ده موجود فين. كلمة دوت دي بتغنيك او بتفهمه ان هي لوكل، فاحنا هنا في الباص دوت، فانا بقول له ان احنا في الباص اللوكل دوت. بينفع لما تيجي كونكت حتى للناس اللي مجربة الكلام دوت، لو بكونكت على سيرفر لوكال هوست او حاجة لوكل يعني بدي له دوت فبيكونكت على لوكال على طول. هنشوف هنجربها بالدوت ونجربها بالباص العادي، بس دوت اسهل حاليا يعني. تمام طيب هنقول له اوكي. طب جميل جدا، طبعا خد مفيش يعني 0.2 seconds يعني اقل من ربع ثانيه يعني، وعمل الايمج بتاعتنا والدنيا تمام. طب انا عايز اجرب بقى الايمج ديت، انا مش عارف بس هنا لو جربنا هتبقى الدنيا طالعه مظبوطه ولا لا، عشان هنا الشاشه صغيره شويه. اقول له دوكر ايمج ال اس، نطلع بس الايمجز، عايز اوريكم الايمج اللي احنا كريتناها دلوقتي اهي طالعه اهي، شايفين نون اهي. ليه نون؟ عشان هو انا مش مديله ريبوزيتوري ولا مديله تاج ولا اي حاجه، هنديهم دلوقتي حالا، بس ادي الايمج اهي بتاعتنا اللي احنا لسه مكريتينها حالا. تمام طب عايز اتاكد فعلا ان هي دي الايمج، فلما هروح ارن الايمج هرنها بالاي دي اهو، هاخد الاي دي ده كوبي واقول له دوكر، انا بس نكلير كده عشان تشوفوا برضو، اقول له دوكر كونتينر رن، وهدي له ايه الاي دي بتاع الايمج اللي انا لسه واخده كوبي اللي هي المفروض الايمج الجديده بتاعتنا، فالمفروض يطلع لي المسج ديت هلو احمد اي ام يور كاستم ايمج. تمام اهي هلو احمد اي ام يور كاستم ايمج، حاجه يعني ايه جميله. طيب بس طلع عندنا مشكله ان هي طالعه ايه من غير زي ما احنا شفنا كده، طالعه نون يعني من غير ولا في بقى ريبوزيتوري هنا ولا تاج زي ما احنا شفنا في الفيديوهات اللي قبل كده. انا عايز يبقى في اسم عشان يعني الموضوع يبقى ظريف واعرف اتعامل معاها اسهل، انا مش هفضل بتعامل بالاي دي. فتعالوا ازاي نشوف ايه نديله اسم مميز يعني، بس عشان نجرب بقى الايمج الجديده ديت تعالوا نغير المسج شويه. هنقول له مثلا ايه هلو احمد اي ام يور كاستم ايمج ويز اتاك مثلا. يعني انت ممكن تكتب طبعا اي حاجه مميزه يعني براحتك، نروح بس نكلير كده. هنا انا بكتب باور شيل عادي تمام عشان الناس ما تتلخبطش يعني، بس انا فاتح التيرمينال فيجوال ستوديو بوريكم ان احنا ممكن نعمل كده، او تكتب يعني تعالوا نرجع باور شيل الدنيا تمام برضو يعني، نرجع للباور شيل برضو ما فيش مشكله خالص، النفس اللي هنا هو اللي هناك. تمام عايزين بقى نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نكريت الايمج جديده بس هنديها تاج، واحنا غيرنا المسج وهنشوف الفرق بين الاثنين. فاجي اقول له ايه بقى دوكر بيلد برضو، وهدي له البارامتر او الارجيومنت دي داش داش تاج، وهتسميها بقى زي ما انت عايز، سميها مثلا هلو في اس فيجوال ستوديو مثلا، او سميها اي حاجه يعني.
وما تنسيش اهم حاجه الدوت عشان تقول له ان الفايل ده موجود فين، وهنرجع تاني للنقطه دي نتكلم فيها بالتفصيل ما تقلقوش. تمام، فادوس انتر. هنا بقى شايفين الكلام ايه، مش عارف ليه مطلعينه بالفونت ده فمش باين، فهناك كان اوضح. المهم هنجرب ونرجع تاني نكمل في فيجوال ستوديو. طيب انا عايز اجرب بقى الايمج، هل كريتد بالتاج اللي هو اسمه هلو في اس ولا لا؟ فاقول له دوكر ايمج ال اس، عايز اجيب كل الايمجز اللي عندي. هنلاقي هو ادي في ايمج جديده اسمها هلو في اس او الفيجوال ستوديو. تمام، ولو خدنا بالنا بقى هتلاقي ان هو ما كريتش ايمج جديده، لا هو عمل اوفر رايد ليها. تمام، لانها بنفس الاسم في نفس المكان. ولو عايز تتاكد هتلاقي ان هو نفس الاي دي اللي احنا استخدمناه، هو الاي دي ده انا لسه معايا تقريبا كوبي، فلو عملت له بيست كده هو ده تقريبا هو. تمام، هو لاخره 6 8 7 دي. تمام، طيب تعالوا بقى نجرب الايمج الجديده بتاعتنا دي. دوكر كونتينر ران، نقول له بقى بالاسم بتاعها هلو في اس. تمام، مشكله بقى طلع راح قال لي هلو احمد ايم كاستم ايمج، ما طلعش المسج الجديده اللي هي ويز تاج ديت. حد عنده فكره ليه؟ حاجه بقى تخلي بالها جدا ان احنا بعد ما نخلص نعمل سيف الدوت ديت كده، معناها ان ايه ما سيفناش، فمحتاجين نسيف سيف بس. خلاص الدوت صدى راحت اهي. نرجع بقى هنا تاني نقول له كلير كده، وهنقول له الاول بيلد تاني معلش، بعد كده نقول له ايه بقى دوكر كونتينر ران هلو في اس. هاي طلع لك المسج اهو هلو احمد ام يور كاستم ايمج وذ تاج. تمام، ما تنسوش تسيفوا يا جماعه. طيب نرجع بقى للموضوع الدوت دوت، هل انا لازم اكون واقف على الفولدر او الدايركتري عشان اعمل بيلد للايمج؟ لا مش شرط خالص، يعني انا ممكن اقف مثلا على السي اهو واقول له ارجع ورا، يعني ان انا اقف على الدرايف السي نفسه وهبيلد ايمج جوه الدوكر ايمجز. تعال نغير المسج بقى خالص، نقول له ايه مثلا good afternoon احمد ماشي. وهنا بقى نبتدي نقول له ان انا عايز دوكر بيلد سيف، لكن انا مسيف. تمام، دوكر بيلد داش داش تاج، ممكن نديها اسم تاني لو احنا عايزين بقى، نقول له مثلا ايه نيو هالو وورلد، نيو هالو وورلد. تمام، وهنا بقى مش هديله دوت، لا هحدد له بقى الباس تحديدا، فهقول له الدوكر فايل اللي انت هتشتغل عليه موجود هنا اهو سي كولن سلاش دوكر ايمجز. فانا ما اديتلوش الدوت اهو، نشوف بقى لما ندوس له انتر هيعمل ايه. تمام، عمل برضو بيلد للايمج والدنيا تمام. تعالوا بقى نجربها كلير كده، نقول له دوكر كونتينر ران كان اسمها نيو هلو وورلد بقو بدبلي واحدة مش نين دبلي تقريبا. تمام، يلا بينا بقى نجرب نشوف هيطلع المسج ولا لا. تمام، جود افترنون احمد. تمام، خلاص كده عرفنا ازاي نبيلد دوكر فايل عشان نكريت نيو ايمج. تعالوا بقى نكريت ايمج تانية كده ايه اقوى شوية من من ديت، عشان دي ايه حاجة يعني على قدها خالص. نعمل ايه بقى؟ برضه هنستخدم الالباين. تعالوا بقى نشيل بقى الكوماند ده اصلا. تعالوا نعمل ريدس بتاعنا احنا، مش هنعمل فيه حاجه، بس يعني احنا عملنا ايمج فيها ريدس فهنزود عليها كوماند. يبقى احنا عندنا هنا البيس ايمج. طب برضه تب يعني عشان تبقى بروفيشنال بقى والدنيا تبقى اسهل عليك وعلى زمايلك، حاول دايما تسيب كوماندز كده ان دي مثلا دي ايه هتبقى البيس ايمج، وفي اي اسباب مثلا ان الالباين is used for a its small size، يعني اكتب اي ديسكريبشن انت ليه مستخدم عشان انت لما ترجع ليها بعد كده او زملائك يبقوا ايه عارفين الدنيا فيها ايه. هنا مثلا هنكتب لو في اي باكجز هنجيبها اور ديبندنسيز. يعني هنا بقى هنعمل ايه؟ انا عايز بقى هنا هجرب كوماند جديد اسمه run. شايفين هنا راح مكمل لي على طول، قال لي بقى ايه الكوماند اللي انت عايز ترنه هنا، فهقول له اي بي كي. تمام، اي بي كي دي هنستخدمها عشان اد باكج جوه الالباين، هي ليها ابريفيشن كده، ده الابريفيشن بتاعها هو يا جماعه الباين لينكس باكج مانجر، ده الباكج مانجر بتاع الالباين لينكس. في برضو اي بي كي برضو اعتقد للابلكيشنز بتاعه الاندرويد برضو بيبقى نفس الفورمات ده تقريبا يعني. تمام، نرجع بقى نشوف هنعمل ايه. تمام، فانا هنا في الدوكر فايل اهو، احنا ممكن امشي لكم التيرمينال ده واعمل لكم ازعاج. فالباكج بقى ادي له كوماند ان انا عايز اعمل اد
ابديت ريدس اوكي نقول له هنا سي ام دي. خلي بالك لو انا كتبت سي ام دي سمول هو هيحولها لي، لو انا كملت هو هيبقى عنده مشكله. يعني هنا هتلاقي بيقول لك ايه في مشكله convert instruction، الانستراكشن اللي في الدوكر فايل يعني قصده على التعليمات اللي انا مديها هنا تو ابر كيس تمام. بس فهنا بقى هروح مديله ايه redis داش سيرفر بس كده. برضو لو في اي كومنتس عايز تكتبها تقدر تكتبها هنا ايه بفضل. طبعا احنا ما عملناش حاجه يعني مخصوصه فما فيش كومنتس قوي نكتبها، يعني ممكن نكتب هنا مثلا دي ايه الكوماندز تو رن اون الايمج مثلا يعني. اوكي ما تنساش تسيف، نفتح التيرمينال تاني لو في واحد كان مفتوح معلش مش مشكله يعني نشيله اصلا. اوكي يبقى خلاص تمام، خلاص ادي التلات كوماندات بتاعتنا الفروم والرن والكوماند. الكوماند بتاع البيلد اهو جاهز. نرجع بقى ده نسميه مثلا حاجه ايه، نسميه مش عارف نسميه اوريدس اوريدس يعني اسم غريب شويه بس مش مشكله تمام. تعالوا بقى نقول له اوكي ونشوف هيعمل ايه. تمام قال لك برضو تمام كوماندات والدنيا تمام. تعالوا بقى نروح نجرب نرن كده كلير. عايزين بس نشوف الايمج كده قبل ما نرن، يعني اقول له دوكر ايمج ال اس الهلو في اس اهو والنيو وورلد نيو هلو وورلد اللي احنا لسه عاملينه. فين بقى اللي احنا لسه مكريتينه اللي اسمه اور ريدس اهو، ادي اور ريدس تمام في الاول. نقدر نروح نعمل له رن بقى فهنقول له مش كلير كده نقول له دوكر كونتينر رن اور ريدس نقول له اوكي تمام كده الدنيا زي الفل شغاله اهو ريدي تو اكسبت كونكشنز. فاكرين دي المسج اللي كانت بتطلع لما احنا نرن ريدس عادي كونتينر على ريدس تمام. وعايزين نتاكد ممكن من بارشل هنا كده اهو نقول له ايه دوكر كونتينر ال اس عشان نجيب الكونتينرز اللي شغاله. وادي الكونتينر اهو اللي اسمه الايمج اللي اسمها اور ريدس شغاله اهو مفيش بقى لها كريتد اصلا من كام ثانيه واب فور كام في شيء حاجات بسيطه لسه مكريتها حالا دلوقتي تمام. طيب مش هنطول ونصعب الموضوع كده في الاول، خلينا ناخدها واحده واحده. اتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع البيلد ايمجز من الدوكر فايل دوت، هنكمل طبعا في الموضوع ده كتير بعد كده يعني تمام. واشوفكم الفيديو القادم ان شاء الله.